يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. مدرس بيسأل تلميذ في المدرسة: أبوك يا ابني استلف 1000 جنيه من البنك ورجع تاني استلف 1000 جنيه، يبقى هيرجع كام للبنك؟ التلميذ رد قال له: مش هيرجع حاجة. المدرس قال له: يا ابني انت متعرفش حساب؟ قال له: لا يا أستاذ، انت اللي متعرفش أبوي. اتنين مساطير راكبين عربية وبيجروا بسرعة قوي، فجري وراهم ضبط المرور وقفهم قال له: رخصك. فالمسطول الأولاني بيحط ايده في جيبه، فالتاني قال له: عيب عليك والله ما تدفع. واحد ضرب واحد محشش بالكف، راح المحشش قال له: الكف ده جد ولا هزار؟ قال له: جد. قال له: فكرته هزار، اصلا انا ما بحبش الهزار. واحد مسطول راكب عربيه وماشي بسرعه جنيه قوي، فتح الراديو للمذيع بتقول: هنا لندن. قال: يخرب بيت السرعه. واحد كسول جدا محكوم عليه بالاعدام ودفن في حفره، فقالوا له: نفسك في ايه قبل ما تموت؟ قال: نفسي اشرب. قال له: قوم اشرب. قال: لسه هقوم. ارد مرد مرد مرد. واحد بخيل جدا ماشي في الشارع اتخبط في حيطه واتعور جامد قوي وقعد ينزف، شافه واحد عسكري واقف قال: اشوف لك دكتور؟ قال له: لا، شوف لحد يشتري الدم اللي نازل ده. واحد بلدياتنا اشترى عربيه اوتوماتيك قطع رجله الشمال. سواق تاكسي قعدت جنبه واحده حلوه، قال لها: تعرفي تسوقي؟ قالت له: لا. قال لها: انا تسوقي. واحد بلدياتنا وقع في الحب انكسرت رجله. واحد رخم او دمه تقيل حب يعاكس واحده ماشي في الشارع، قال لها: الحلوه وراها مشوار؟ ردت عليه قالت له: لا، الحلوه وراها حمار.